سالي، أولى محطاتنا الصباحية رح نتناول فيها طبعا الحرف السورية العريقة وشيوخة الكار اللي ما حافظوا بس على الحالة الجمالية، إنما بإرادتهم وإصرارهم وإبداعهم كان في عندهم رسالة ثقافية وحضارية لينقلوها لكل العالم. لنتعرف على جديد لليوم أكيد بصرنا نرحب بشيخ الكار عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة مدربي حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية، وفراس سلكا شيخ كار بمجال صناعة الآلات الموسيقية أيضا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وأنت بخير يا رب. يا مرحبا. كل عام وانتم بخير وصباح الخير. أكيد دائما نحن بيكون لنا وقفات مع الإبداع السوري. نعم. مع الحرف السورية، كيف إذا كان ضمن الحاضنة، فنقول نحن حاضنة معناتها هي تحضن كل شيء فيه إبداعات سورية. نعم. نحكي شوي عن الحاضنة، شو الجديد فيها قبل ما نبلش هيك حديثنا. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى كل المشاهدين وعلى كل الحرفيين. الحاضنة على طول عندها جديد، ومثل ما تفضلتي حضرتك هي بتحضن كل الحرفيين والمبدعين، ونحن عندنا في هلا شيء جديد في كثير من الناس. من خلال شاشتكم الكريمة مننبه ومننوي على انه كل واحد صاحب ابداع وبيندرس بالحاضنة تحت اختبارات ممكن انه يتسجل ويتوصف وينعطى لصاحب هذا الابداع حماية ملكية، وبياخذ لقب شيخ الكار بعد ما يخضع لاختبارات عديده. بيكون احنا قطعنا موضوع انه يمر بعشر سنوات. هلا عشر سنوات لازم ياخذ اول شيء يكون منتمي للجمعيه الحرفيه. نعم. وصاحب بيكون سمعه جيده وعنده حضور بالمعارض الخارجيه والداخليه، هدول بيستثنى منهم صاحب الابداع. لذلك كل واحد من خلال شاشتكم عنده ابداع يتوجه فورا الحاضنه الضمه المركزيه، ومنرحب فيه والاداره بترحب فيه، وكمان الاتحاد العام للحرفيين. نعم. ودعم كبير من القياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي. اهلا. نعم. وسهلا فيكم. نعم، يعني ننتقل عندك استاذ فراس. حضرتك شيخ كار بصناعه الالات الموسيقيه، ونحن بنعرف قديش يعني سوريا فيها عدد من الالات التراثيه ايضا اللي انتم بتحافظوا عليها وبتحاولوا تعملوها بقصص جماليه لتوصلوا رساله تراثيه مثل ما قلنا. اول شيء خبرنا صناعه الالات الموسيقيه، شو ابرز الالات السوريه المعروفه تراثيا، وخبرنا كمان عن العود اللي جايبه معك لليوم، يعني طريقة الخشب الموجودة معنا. خلينا نشوف العود كمان على الكاميرا. طريقة الخشب الموجودة معنا مميزة، يعني هي أول مرة بشوف أنه من وراء هيك بيكون هذا النوع من الخشب. أول شيء صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. هلأ نحن عم نحكي عن سوريا بالنسبة لتصنيع الأدوات الموسيقية، هي الرائدة في الوطن العربي بالنسبة. صحيح. لصناعة الأدوات الموسيقية. أنا اخترت هذا العود حتى ورجي خشب الجوز يلي هو من خشب دمشق. نعم. والجوز شجرة مشهورة بسوريا، يعتبر من أفضل الأخشاب العالمية للصوت والصناعة. في من القساوة والطراوة بنفس الوقت ما يكفي لإعطاء صنعة جميلة وصوت. نعم. جميل. ولحنا العود السوري مشهور مو بس بسبب الحرفيين السوريين الشاطرين، يعني احنا نحكي عن موضوع المنجور والايديا اللي بتلتف بحرير، اكيد سوريا مشهوره. صح. وسوريا ولاده، وهي اقدم مدينه ماهوله بالتاريخ. هالتراث هذا المتراكم الحقيقه خلى الحرفي السوري مبدع بصناعه الادوات الموسيقيه، لكن كمان مناخ سوريا احنا ما بدنا ننساه. احنا الفصول الاربعه المتميزه في بلدنا. نعم. خلت الاله الموسيقيه تشتغل بكل المناخات، يعني البلد الحار او الخشاب الحاره تتفاعل فقط في حاله الحراره العاليه، بينما لما بناخذها لبلدان بارده مثلا بنلاقي الاله صارت كتيمه الصوت. نعم. بينما سوريا بهالمناخ بمناخ الوسطي ادت لساعدت الحرفي السوري بالابداع. صحيح. وهي النموذج انا اخترته اليوم مشان نشوف خشب الغوطه قديش هو جميل، طبعا هي من الاخشاب العالميه اللي مطلوبه لصناعه الادوات الموسيقيه، ونشوف الابداع. نعم. اللي هو بيتعلق بمجال الصوت، ومجال الصوت غير موضوع المنجور والأبعاد اللي احنا بنشوفه. الحقيقة اليوم في دراسات علمية تمام لإعطاء التواترات المناسبة للأصوات، يعني كيفية اهتزاز هي الصفيحة المهتزة اللي هي وش العود وإصدارها للصوت. طبعا هلا احنا بالحاضنة وجودنا نعتمد على مركز الأبحاث الموجود بالحاضنة بتطوير العمل. اليوم العلم هو جناحنا للوصول إلى العالمية، ما بيكفي انه احنا لحد اليوم افضل ناس بنصنع الادوات الموسيقيه، وانا بفتخر بهذا الموضوع، لكن كمان احنا بدنا نشوف المستقبل. صح. عصرنت التراث العلم
كيفية إخراج الصوت الموسيقي المتقن من الآلة، هي كلياتها مجال بحث حاليا. نعم، رح نحكي أكثر أيضا عن صناعة العود وعن الأوتار وكيف نحن صنعناه بطريقة حرفية دمشقية عريقة، ولكن رح هلأ نحكي يا زينب عن شعار الأمل بالعمل يلي كان للحرفيين السوريين نصيب بأنهم يطبقوا ويشتغلوا فيه، وأيضا نعم. عم نشوف اللوحة الرائعة لقائد الوطن اللي حاملة هذا الشعار، كمان هلأ رح نحكي عن الصندوق. خلينا نشوف لوحة يلي تمام هيك. طبعا هاي من الرخام وخيوط نحاسية ورسم يدوي، حتى النجوم نحن تنزيل مينا، وعلى سطحهم عم نحط مادة الأبوكسي. احنا فريق عمل عدنان تنبجي، وفي عندي انا طاقم، وبوجه التحية للفنان علي كمان له يد بيضاء بهذا العمل الرائع. في عنا هذا النموذج، في اكثر من نموذج، في الصندوق كمان. نعم. هلا هي مرحله لتتمت انه يصير عنا صندوق. هلا السيراميك وايضا الخشب. نعم. هذا نوع الخشب شو؟ هلا هذا طبعا احنا بنقول رخام. وهون عنا خيوط نحاسيه، بعد ما نرسم بنجور المكان، بعدين بننزل الخيوط النحاسيه وبننزل موضوع الميناء. هذا خشب. إذا طبعاً. فينا ناخذ بس الصندوق بشكل هيك ثابت، هو على الهواء هلا عم يطلع استاذ. نعم. عدنان تماما هيك. اكيد خبرنا اكثر يعني شو كمان. طبعا هذا بيفتح بيصير صندوق ضيافي. ضيافي تمام. في اكثر. نعم. من اشياء شيء كمان. نعم. موجوده معنا في عنا نماذج ثانيه. نعم. هذا الخشب الطريقة. شو هذا؟ خشب زان. نحن فينا نحط طبعا زان. خشب جوز. وهذا زان؟ هذا ام دي اف. ايه تمام. بس احنا كل انواع الاخشاب متاحه. وهون موضوع الليزر. تمام. يعني هون عندنا دمج بالحاضنه، استاذ احمد عداس نحن موجه له التحيه. حلاوه الحاضنه انه صار في الفت محبه كبيره بانتاج الحرف اليدويه، وفي عندنا نماذج جديده ما كانت لا عند الاب ولا كانت عند الجد. صحيح، يعني عم تدخلوا مع السيراميك خشب. نعم. عم تدخلوا نحاس وتنزيلينا وتعتيق يدوي يعني. ومن جوات البوكس اذا بعد اذنك خلينا نفتحه. ايوه، هذا بنحط فيه مثلا شويه شوكولا، واحد يقدم هديه للضيافه. قطعه للضيافه كثير حلوه. نعم، يعني يمكن الاستخدام الموجود لخيرات بلادنا مثل ما بنقول. هلا كان عم يتحدث الاستاذ فراس انه الخشب هو خشب الجوز، خلينا نقول يلي عم روح الروح تماما. خلينا نحكي اكثر، بس ينشغل هالعود بروح قد ايه كمان بيختلف الدوزان تبعه؟ لا شعوريا بتحس انه هذا مو مثل الالات العاديه المصنعه من الشغلات يعني دائما الصناعيه او المتاحه، ولكن بنشوف العود مشغول بطريقه يمكن حتى اللي بيعزف على العود بيتفنن بنقي العود على مزاجه يعني. هلا بالتاكيد اسمه عود، العود يعني هو من الخشب، هي المقصود فيها بالتسميه. نحن الخشب بنقول عنه بطبيعه الحال حنون، لذلك لاحظ اليوم حتى لما الانسان بده يساوي بيته بطراز جميل جدا بيستخدم ماده الخشب، حنيه، عزل للصوت، الوزن خفيف مقبول. طبعا نحن بالنسبه لنا لما بدنا نحكي عن الموسيقى فاكيد ما فينا نختزل 4500 سنه. صحيح. اللي هي عمر اله العود، لكن فينا نقول انه هال 4500 الموسيقى، المقامات الشرقيه، الاهازيج، كل هالفنون يوثقها العود. فالعود اذا هو يحفظ التراث اللامادي في هالبلد، وبالتالي هي اهميته. اليوم اي اله ثانيه هي اله بتعزف غربي مثلا، انا بدون اله العود بخسر تراثي، حقيقتي، وطني. لذلك اليوم نحن بنحافظ على هي الصناعات وبنحافظ عليها بمواد الاصليه يلي هي الخشب، لانه انا بدي اوصل للحفاظ على التراث، للغناء، للحن الشرقي المتميز يلي ما بينشا الا على الالات الشرقيه يلي هي من الناي، والناي من القصب. نعم. مواد طبيعيه. العود، حتى العود بالمناسبه انا بقول مو فقط الخشب هو ماده طبيعيه، حتى الغراء اللي بنستخدمه هو غراء حيواني، بمعنى انه لا يدخل حتى الغراء الصناعي في صناعه آلة العود، لازم يكون كله من الخشب حتى الغراء حيواني. السبب انا بدي كلها مواد طبيعيه. هي بتعكس صوت
وهي سر الصنعة الدمشقية القديمة. نعم. لكن ليش ما زالت دمشق هي بلد الفن؟ ليش كل العالم اليوم أعظم فنانين العالم بيقتنوا العود من سوريا؟ أكيد. قولا واحدا. أكيد. هاد نتيجة الحفاظ على التراث، ونتيجة التراث أصلاً اللامادي اللي هو الموسيقى الشرقية المختزنة عند السوريين، واللي بتنعكس وبيخرج صوتها من هالآلة التراثية العظيمة. نعم، ويمكن سالي الإتقان بالعمل لشيوخ الكار والحرف السورية اللي نحن دايماً نفتخر فيه. كمان نحكي معك أستاذ عدنان عن الدورات المجانية اللي عم تقوموها بحاضنة الدمار. نعم. عم تمول من هيئة المشاريع أو دعم المشروعات الصغيرة، دعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغار. نعم. خبرنا عنها، بما أنه نحن بمرحلة دعم المشاريع الصغيرة أيا كانت، يعني نحن أخذنا عم تورجونا شعار الأمل بالعمل ودعم المشاريع الصغيرة والتشجيع على الحفاظ على التراث والإنتاج، خبرنا عن هاي الناحية. طبعا احنا بنشكر الأستاذ إيهاب سمندر والأستاذ خلدون على أنه هن صاروا مثلنا فريق واحد متكامل لدعم هاي الدورات. صار في عندهم بعض الدعم من هاي الدورات، انه اليوم شيخ الكار، احنا عملنا كلياتنا شيوخ الكار تقريبا عملنا دورات مجانيه على عاتقنا، وما بدنا نقول خسرنا، ضحينا بما يخص المواد الاوليه. اليوم اجانا داعم من دعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغار على انه يحملوا عبء من شان هاي الدورات والمواد الأولية. عم نشجع على وجود كل يعني مو بس اليوم الشباب من المعنيين بموضوع التعليم أنه يتعلموا، كمان في عنا صبايا، والموضوع قائم على أنه بعد العيد حتنطلق دورات بكافة الاختصاصات الحرفية بحضن الدمر المركزية، وأعلننا عنها، ولحنا كمان شاشتكم كتير بتهمنا أنه كمان نعلم خلال شاشتكم كل واحد بحب يتعلم حرفة. كل الحرف 33 34 حرفة موجودين بحضن الدمر، راح تنطلق لهم دورات مجانية. حلو. وبياخذوا بعد الدورات كمان شهادات، ونحن راح نخبركم انه بنستقطب صاحبين الكفاءة العالية، بنأمن لهم فرص عمل بنفس الحاضنة. حلو. وما تبقى ممكن يفتح ورشات صغيرة، وهيئة دعم المشروعات الصغيرة. نعم. راح تتابعهم. نعم. وتمولهم انه يفتحوا ورشات مصغرة. نعم. نعم، يمكن نحن بهالفترة بحاجة لهذا. نعم. الموضوع، وايضا للإنتاج السوري المحلي في ظل العقوبات المفروضة على سوريا. احنا الصبر مطلوب من الحرفي أكثر من غيره. برافو عليكي نبهتيني انت على موضوع انه اليوم انا بدي اصبر، انه شويه في شح بالمواد الاوليه فرضا بالغاز. صح. بس انا بدي اصبر اكثر من غيري، لانه راح اخذ اكثر من غيري فيما بعد، وهذا البلد. صح. وقفنا يعني بدنا نوقف معه بالازمات. احنا هلا بازمه، وان شاء الله بتعدي. صح. والامور جايه احسن. وكل الحرفيين وشيوخ الكار وخصصا بخصهم اللي بالحاضنه عندهم تفاؤل كبير، ونحن عندنا حفلات سمر بهي الحاضنه بنفرغ الطاقات السلبيه، وإن شاء الله بتشرفونا وبتشوفوا. أكيد. الحفلات شلون فيها روح، فيها فن، فيها إتقان، فيها دائمة المحبة على طول بهي الحاضنة المركزية. إن شاء الله دائما مجموعين على المحبة، ومثل ما قلت نحن دائما عنا أمل وعنا طاقة بأنه نحن خاصة يعول على المنتجين، على الأيادي السورية يلي عم تشتغل. قبل ما نختم، النحاس له كمان نصيب مع الآلات الموسيقية، بس هيك شو كيف ملاقين كمان الإقبال على حرفة النحاس اللي هي من أعرق الحرف السورية يعني الدمشقية؟ هذا بلا شك، لكن من جمالية الحاضنة أنه فيها اليوم شيء اسمه الورشة المشتركة. الورشة المشتركة هي. نعم. بين الخشب، النحاس، الصدف، الموزيك. نعم. هي عم ينتج منها أعمال يعني بمنتهى الجمالية، وهي أعمال يلي عم نسميها عصرنة التراث. بدي هالمنتج يكون حاوي على عدة أعمال، عدة حرفيين داخلين بصناعته. هذا عم يعطي تميز للصناعة اليدوية السورية، وهي من أحد أهم أنا برأيي، وهي ومركز الأبحاث بالنسبة إني كحرفي، أنا الورشة المشتركة ومركز الأبحاث هني أهم داعم إلي بهالظروف الحالية. أنا لازم أنتج منتج اليوم منافس عالميا، ولازم يضل السوق العالمي على صلة، على معرفة بمنتجاتنا الجديدة، وهذا التسويق كمان بتأمنه الحاضنة بطبيعة الحال.
نعم، يعني نحن بنهاية طبعا فقرتنا بدنا نشكركم على وجودكم على كل القطع الفنية الجميلة واللي عم تعبر عن رسالة كثير مهمة لكل العالم من سوريا، انه فعلا الامل بالعمل، ونتمنى نشوفكم باهم المهرجانات لتوصلوا هي الرسالة. دائما بنقول الحرف اليدوية هي التراث والتاريخ السوري. شكرا نعم. لوجودكم معنا. يا مرحبا فيكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. تحية لكل حرفي بسوريا ان شاء الله. شكرا، اهلا وسهلا فيك.